امساكه عن الكلام الذي لا حاجة إليه أصل في تهذيب النفس وفي السير إلى الله. أما من يعتاد الاسترسال في الكلام فلا تصح له الاستقامة ولا يرقى منازل الكرامة. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه. فيترك الكلام الذي لا حاجة له إليه، يعني الفضول من القول، ولو كان مباحا، ولو كان مباحا فإن أكثر القول بغير الذكر ولو كان مباحا يقسي القلب، لما كان مقترنا بنية حسنة وسنة من مثل إيناس ضيفين أو جبر خاطر مسلمين في شيء معدود. ويجد الإنسان الأثر في نفسه إذا منع نفسه عن أن تبتدئ بالكلام لغير حاجة وضرورة إلا السلام، يبدأ من لقيه بسلام، مع ذلك ما يبتدئ بالكلام، يكون كلامه جواب.